بوناسيرا توتي، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نفسنا. توتي مين؟ تشاو بيلي، كومي با؟ فا بيني. اه برافو، كومي با؟ قولي فا بيني. فا بينو. فا بينو برضه ماشي. ازيك؟ اهلا بيك. دي كل ايطاليا قاعده معانا النهارده. لا حول ولا قوه الا بالله. انا شبههم. اه باين. سايباكي كويسه. كل الشياكه والفاشن والذوق. كوما فيلو حلالالولو هابتش كالو مالي ما صح، هي لازم اخر حاجه تبقى الكتف على طول. اهلا بالجمهور. الجمهور لازم نفاجئهم كده عشان نبقى عارفين هم صحيين معانا. حلقتنا النهارده لذيذه قوي، ومواضيعنا هي في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن تعملي ايه لو جوزك مشهور. مهما كنتي واثقه في جوزك او هو واثق فيكي وواثقين في علاقتكم ببعض وحبكم لبعض، تثقي في المعجبه دي ليه؟ انت تعرفيها منين؟ لو لقيتي جوز صاحبتك مع واحده في مكان عام، تفتكري نقول لها ولا ما نقولهاش؟ لا انا رايي ان احنا لازم نقول لها، نسيبها كده على عماها. لا انا خايفه تنهار، وانت عارفه ان هي اعصابها خفيفه وممكن ترمي نفسها من البلكونه. لا وبعدين هي بتحبه قوي وهيكذب عليها ويقول لها انه ما حصلش ونطلع احنا سواد الوش. لقاء مع ياسمين الخطيب. كتابها الاخير اسمه يا اولاد المره. لا ما اسموش يا اولاد المره، دي بتجوز. اسمه اولاد المره، ما فيش يا انت عايزه تزيتي في الموضوع. لازم. لو هي بتتكلم عن ايه فعلا؟ لو هي مش هتعمل ده مين اللي هيعمل ده؟ اول موضوع معانا النهارده، تعملي ايه لو جوزك جورج كلوني، براد بيت، توم كروز، نجم عنده معجبين وعنده مقابلات وعنده ريد كاربت وعنده شهره عاليه جامده جدا جدا جدا، تعملي ايه؟ هوبا هتعمل هوبا هتعمل هوبا على طول وما يهمهاش اي حاجه بعد كده. تعملي ايه بقى لو جوزك مشهور، لعيب كوره، مطرب، ممثل، خصوصا بقى لو هو امور وحليوه وصغير في السن كده وعنده شعبيه كبيره، وانت خرجتي معاه كالعاده تتغدوا وتتعشوا بره. طبعا الخروجه مش هتخلو من المعجبات، وبالذات المعجبات اللي عايزين يتصوروا وعايزين يسلموا عليه، ساعات الحراره بتشتد والاعجاب بيبقى شديد فبيحضنوه بيبوسوه اوت اوف اعجاب وانبهار يعني. هتعمل طب حضرتك انا بتغدى مع المدام، اتصور بس. طب مع المدام بس حضرتك. المدام معلش سلمي حضرتك. طب حضرتك طب بس من بعيد، بس يا ليلى بس ليلى 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 صوري معلش يلا ليلى بسرعه. طب واحده كمان، طب واحده كمان، واحده كمان، طب واحده كمان. طب بصها بصها بجد بصها، بس ممكن تبصها بس ما بصها بس ما بصها بس بصها واحده بصها واحده بصها واحده بصها واحده. طب انا بقى لو حصل كده حضرتك المدام زهقت مني يا مدام. مش كده حضرتك، معلش في حدود. لا براحتك انا درسي وجاي انا مع نفسي. يلا 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 بسرعه واحده بس، بسرعه 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 بسرعه. انا بروح بسرعه واحده. حد عايز يقول معلش معلش مش الدرجه دي، مش الدرجه دي المدام هتزعل. لا لا معلش حضرتك عيب كده. ثواني 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 باي 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 باي. ميرسي قوي ميرسي قوي. باي الحمد لله. ايه ده؟ بصي الصور الاكل طلع باي. لا 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 ما عجبتنيش، ممكن نتصور تاني. لا لا نتصور تاني. اتصورت ما عجبتنيش، مش حلوه. انا مش حلوه. باي باي وان وان. بحبك قوي، انا بتابعك على كل المسلسلات على انستغرام وفيسبوك كل حاجه. بحبك قوي يا بختك يا مدام. حبيبتي يلا معاكي ده. يا بختك يا مدام. لا يا بختك يا مدام. حضرتك عيب كده. معاكي الموز الجامد ده. عادي على فكره قوي. بتعملي ايه بالفلوس اللي بيجيبها لك؟ ولا حاجه خالص. بتعملي ايه بالشهره؟ عادي. يا بختك يا بختك. عيالكوا دول؟ عيالكوا دول؟ عربيتكوا دي؟ ايوه. لا فيلتكوا دي؟ الله يا بختك يا مدام. الله يا بختك. لا
المود الحلو النهارده ان انا بلاقي نفسي في الاداء التمثيلي اكتر من اللي ونقرا من ورقه وكده. فالاداء التمثيلي بيخلي الناس اللي حوالينا تنتعش. وما تنساش احنا معانا ممثلين مش معانا مذيعين، يعني دول شغلتهم اساسا مش مذيعات بصرف نظر عن حبيبه ان هي مذيعه. يعني تعملي ايه؟ يعني ايه اعمل ايه؟ ده نضربها بالنار. اقول لها يا حبيبتي لمي نفسك، اهدي اهدي على اعصابك شويه، سيبي الراجل، اهبطي اهبطي كده، ها الحضن ما يبقاش جامد من بعيد لبعيد، باي باي كده. انما ايه تهبطي فيه؟ تهبطي فيه؟ لا ما تهبطيش فيه، تهبطيش فيه، ممنوع اللمس. تهبطي انا مرفوعه حلوه قوي، انا اللي يبقى اقولها ريحته حلوه قوي، انا اللي بحميه وبليفه. يا بختك بتحضني ده بالليل يا فندم، ممنوع اللمس. انت بتلمسيه كل يوم؟ بلمسه بحطه على جنب. يا بختك. على ايه؟ على فلوسه وشهرته وجماله. اه عادي عادي، منه كتير في الدولاب. ايه ده انت معاكي احمد عز؟ اه احمد عز بعينيه كده وطوله وعرضه. انت معاكي كريم عبد العزيز؟ معاكي توم كروز؟ لا 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 عادي جدا. مش كام في الشهر على الطبيخ؟ كتير. هي مش حلوه قوي. اتجوزتي ازاي؟ دي ضايعه، ده انا دي ضايعه دي. اتجوزها ليه؟ دي امه دي ولا مراتي؟ دي تشحبك ليه؟ دي امه، ده انا احلى منها 100 مره. دي قد امه، دي اكبر منها. صدقها حبيبتي، انت احلى واحده في الدنيا. بحب انت احلى واحده في الدنيا. لسه معايا نبقى نسيبها بقى. ما هو بقى مشهور شهر، ما كانش اكيد يقدر يجيب احسن منها بكتير. بس كان بيلات. مش قادر يسيبها. لا كان مديون لابويا. اخذني تكليف حق. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ امال هو خانها ليه مع ليلى ومنى وسعاد؟ انا احنا هكتب نمرتي وانت تدي له نمرتي. طب هاتي بسرعه. انا بحب اتخان، خنوني. لا حضرتك عيب كده، عيب عيب. انت بتحسسي عليه؟ لا 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 ما بتحسسش عليا ولا. اكيد انتوا نسيتوا احنا بنتكلم على ايه. انا تقولي يا بابا استنونا، تقولي حبيبتي واشربي حبيبتي. ركزي ركزي. اتجوزها ازاي؟ لو جوزي مشهور وعنده معجبين هستحمل، عشان انا متجوزاه وهو مشهور اصلا. لو عنده معجبين لا هتجنن عليه. اكيد هكون خايفه عليه وبغير، وهكون في حاله تجدد طوالي. هتضايق يعني؟ هحاول ان اتشير زيه واجيب معجبين واضايقه. لو مشهور عنده معجبين اكيد هبقى غيران عليه، هخنقه وهقتله. اكيد اكيد هجيب اخره. يا ليل يا ليل. لو جوزي مشهور وعنده معجبين هرمي في النيل، هشرب كاس البرود واشوف اخرتها معاه ايه بقى. لو جوزي مشهور وعنده معجبين مش مستحملاهم هقتله، هولع فيه وهرمي في النيل. يعني مهما كنتي واثقه في جوزك وهو واثق فيكي وواثقين في علاقتكم ببعض وحبكم لبعض، تثقي في المعجبه دي ليه؟ انت تعرفيها منين؟ يعني لما تتعدى حدودها وتتخطاها لازم طبعا تاخدي موقف، عشان هو ما يديش حد بعد كده فرصه انه يتعدى حدوده ويتخطاها. احنا معجبات واحنا اللي بنشير واحنا اللي بنشيره على الفيس. عارفه كل حاجه في الحياه احنا بنحضر كل افلامه. هو مشهور، السعر ده ان هو يبقى عنده ناس عايزه تاخد حته منه. لازم نحضر كل حفلاته. لازم. ايوه بس بنحجزها قبلها بشهر، بال 30 وال 50 تذكره صف اول. اصل لو ما فيش الفانز هو مش هيبقى مشهور. الست لازم تبقى فاهمه ده كويس، وتبقى قاعده متحفزه لنفسها مش للي بتسلم عليه، تعمل كنترول على نفسها. بس لو لقيت الموضوع زاد مش هي اللي تتكلم. هو ما بالظبط. ليه؟ لانه هو اللي حافظ على كرامه الست اللي معاه. بس خلي بالك في مشاهير كتير عندهم مشكله كبيره بسبب زوجاتهم، غيرت زوجاتهم عليهم الزياده وغيرت كمان بناتهم لما ده اللي مش مشهور. مشهور يعني لا انا قصدي ايه، حتى اللي مش مشهور دي مشكله. فتخيلي بقى مع واحد مشهور. المشهور بس المشهور بقى بتاثر على اكل عيشه. يعني هو مش مشهور مش فارقه معاه، ما تقول له قطع بنت خالتك قطع بنت عمتك فليكن، لكن المشهور ده اكل عيش، دول ناس ودول. عشان كده تلاقيهم مفيش خروجات كتير، ولو خرجوا بيروحوا اماكن محدوده قوي. صح بالظبط. علشان بتوصل بقى انه بيوصلوا نمر التليفونات ورسائل على الصفحه بتاعته. وبيعرفوا يرشوا ناس عشان يوصلوا للخاص بتاعه او يوصلوا لعنوانه. وبيتسللوا له، وممكن الموضوع يتطور. والحاجات دي بقت سهله قوي دلوقتي. هو اكيد في سبب الانترنت بس طبعاً. الست اللي تتجوز راجل مشهور لازم تكون ذكيه جدا جدا يا جماعه، وهي فعلا في نعمه غير كل ست فيها. هي ست مختلفه. ليه؟ انت مرات فلان الفلاني، لازم تكوني مش زي كل الستات اللي ماشيين على الارض. لانك معاكي راجل مختلف، تحملي مسؤوليه ده. زي مثلا ايه؟ اللي متجوزه رئيس مثلا الولايات المتحده، زي اللي متجوزه نجم العرب، المطرب الاول في الشرق الاوسط،
نجم هوليود، راجل خطوته بره البيت هو بملايين، بس هو لو تليفونه بملايين، هو لو اثبت لها انه هو جدا. امين عليها وما تسللش الخوف جواها من ناحيته ان هو ممكن يبص لاي واحده او ينسق ورا اي واحده، تبقى الامور عاديه. اللي هنا الموضوع كله على الراجل مش على الست. الست تيجي على نفسها كمان اكتر، ان حتى لو فرضنا ان هذا المشهور حصل تسلل ليه، ما لازم الست دي برضو تبقى اقوى واجمد، لان معاها راجل من عينه خاصه. الراجل المشهور دوت ممكن يخرج بره البيت بالشهرين ما يرجعش. صح. انت متحمله مسؤوليه ماله وحاله وبيته وولاده، مش قادره تستحملي تمسكي غيرتك شويه؟ لا، هي عندها استعداد تستحمل اي حاجه الا وتتحمل فوق طاقتها مره واثنين وثلاثه وعشر، الا ان جوزها يروح منها، وخصوصا لما يكون كده. لو واحده جت عكس جوزي، طالما طريقتها لطيفة وبتتكلم معاه بتهريج عادي، أنا بستقبل ده وعادي، ما فيش مشكلة. إنما لو لقيتها بتتمايص، كفاية بس أصغر لها الزغرة دي بس، اللي هو جراية وليه إيه؟ بس، وهم عارفين الباقي. طب أنا عندي ليكوا سؤال، ترضي تتجوزي واحد مشهور؟ أتمنى أساساً. هيدي، طب ما تحطي اسمه برضو كده نبقى عارفين عشان بس نعلن. عايزة أتجوز حد من السينما الأمريكية برضو. أنت براد بيت؟ لا 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 على فكرة، لا براد، أنت ستارز ويتينج فور يو براد. لا لا أسمراني، لا أسمريكا، لا ليه براد أسمراني؟ لا أنا بقول ويل سميث. أه سوري. أه أنطونيو بانديراس. لا 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 سكسي خالص أنطونيو. لا 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 سكسي إزاي يعني؟ جوني ديب سكسي خالص. سكسي ازاي يعني؟ والله انا قابلته في الحقيقه انطونيو بانديراس. سكسي ازاي من وجهه نظرك شايفاه سكسي ازاي؟ راجل كده، ده صوته لوحده فيه كاريزما، تشوفيه كده راجل مالي هدومه. انا احسب بيمشي عريان. سكسي لا سكسي مش سكسي، في فرق. سكسي سكسي يعني مثير، شخص هو اي حد سكسي لازم يمشي عريان. لا انا عايزه اعرف وجهه نظرها ايه في الراجل ده. طب انت تتجوزي واحد مشهور؟ انا راضيه بمصطفى وبحبه، وسيبيني بقى عشان لو ترجعي في السبب. سيبيني اتطلق باي سبب تاني غيرك. سيبيني على الوقت. هو هتطلق هتطلق، بس سيبيني يبقى لسبب غيرك عشان ما تشيليش الذنب. والله عيني الله يكون في عونه. ده انا بلاقي رجاله بيقولوا لي يعني كلام، لو واحد غير مصطفى ممكن يبقى 100 خناقه، مش على حلاوتي وعلى جمالي والجو ده، لا اللي هو يقول ايه ده انت بره التلفزيون بره الكاميرا اموره قوي، ايه ده انت صغنطوطه، ايه ده انت معقوله. فانا ابتدي اقول له ايه، على فكره انا جده، على فكره انا عندي حفيده، بصد على طول. واحنا لو رجعنا لورا عادي تتجوزي واحد مشهور؟ لازم تتجوزي. لو رجعنا لورا بلاش اتجوز واحد مشهور لو حبيته. انا صريحه قوي. وقبل بقى قبل ما بدريه تتطلق والموضوع يسخن اكتر من كده، نطلع فاصل ونرجع نكمل. استنونا. ليوناردو دي كابريو. ورجعنا لكم بعد الفقره الساخنه جدا والفاصل لفقره جديده ساخنه برضو جدا جدا جدا. تعملي ايه لو دخلتي مكان ولقيتي جوز صاحبتك قاعد مع واحده؟ فرضا يعني ان انت دخلتي كافيه او مكان تتغدي فيه ولقيتي جوز صاحبتك الانتيم اللي انت بتحبيها جدا وعزيزه عليكي جدا جدا قاعد مع واحده وعمال يتكلم ويضحك ويهزر وموده حلو. يعني التحسيس يعني مش واضح قوي من تحت الترابيزه عشان ما حدش ياخد باله ان في حاجه بينهم. مثلا هتعملي ايه بقى لو انت شكيتي ان في حاجه بينهم؟ هل هتوري له نفسك وتغلسي عليه وتروحي تقعدي على قلبهم؟ هل هتدي له ظهرك وتعملي نفسك مش واخده بالك منه؟ هل هتاخدي بعضك وتخرجي من سكات ولا من شاف ولا من دري عشان تتجنبي الموقف؟ هل يا ترى ماذا جرى؟ انا بقى حصل معايا الموضوع ده كتير، او اقول لكم دائما. بعمل ايه بقى في الموقف زي دي؟ ايوه اليكم تجربتي انا الخبره. عادي جدا، بما انه بيحصل معايا كتير بقيت مدربه، عادي جدا. احمد ازيك؟ اهلا. مبارك؟ تمام كويس قوي. ما اعرفش انك بتحب المكان ده. انا اول مره اجي المكان ده. اه لسه اهلا
بيكي، اهلا بيكي يا طنط. او ما تعرفوا بعض؟ لا مش مهم، مش مهم يا طنط. طنط انت ريحتك السودا هي طنط. بصي يا طنط، دي الآل، يعني الآل هي نغة وقاعدة مع أحمد، وأنا قفشت أحمد جوز صاحبتي فكنا بنمثل، فهي الآل بنت صغنونة وهي أصغر من أحمد وأصغر مني، فهي طنط يعني بتحاول تلعب بأي يعني بأي حاجة عندها، فيعني سيب الشباب يلعب. لو شفتها بره هقول لها يا طنط. لا يا جماعة بهزر، لو شفتها بره هقول لها يا سوسو. ازيك يا سوسو؟ أنا لا عايزة أشوفها جوه ولا عايزة أشوفها بره، أنا عايزة أشوفها في قلبي. هي ليه عاملة كده؟ بس مش وقته طنط. إيه ده، أنت تقولي لها أهلا بأختي الصغيرة، مش وقت. مين دي يا أحمد؟ طنط أنت أنا ده انا هشم عليكم النهارده. اوكي، ده انتوا ليلتكم ليله، ده السهر عليكم النهارده. انت شويه احمد، انا هنا على الترابيزه دي جنبك. معايا اصحابي ليلى ومنى وسعاد، كلهم جم النهارده. جايين بيركنوا، مش هتلحق تهرب. عربيات سعاد. لا يا احمد، هنا معاك سعاد. انا هنا. تعالي مع واحد. منى سلمى تعالي تعالي مع واحده. يا احمد مش وقته، قاعد في امك بالصبايه. ايه مع واحده دي؟ مش وقته هشوه لك وشك. مش وقته اتفضحتي يا بنت المفضوحه. لا احمد، انا مش عايزه اقعد مع الست دي. لا انا مش قاعده على الترابيزه دي، انا قاعده على الترابيزه بعيد. ليه ما تقعدي؟ لا لا يلا يا سلمى، نقعد على الترابيزه. يلا دي كده ازاي؟ سلمى سلمش على احمد. احمد طبعا. اهلا يا احمد، ازيك؟ زميلتك دي في الشغل ولا ايه؟ لا اصل انا موديل، فانا باجي هنا يومين في الاسبوع. موديل وانت يا احمد تعرف موديل منين يا احمد؟ ايه اللي جاب سوبر موديل معاك يا احمد في مكان بتيجي مرتين في الاسبوع في المكان؟ لا ده هي كانت لابسه فستان حلو في اخر ديفيليه، فانا كنت هشتري الفستان لمنى. احمد مين منى؟ احمد طب احنا هنسيبك دلوقتي. يلا يلا يلا، تشربي كافي ولا تشربي؟ لا اشرب. انا احمد مين منى؟ حج امك بكس. مين منى دي؟ منى ايش؟ فستان، هتشتري فستان. طيب يا استنى بس، صوري صوري بسرعه، صوري يا بت برضه بتعمل. دوري وشك. انت طنط. احمد احنا صورنا، احنا اتشرفنا. انت اسمك ايه؟ هتعملي انترفيو؟ ده انا صاحبته قوي وصاحبه مامته. كده كده انا عايزه اقابل طنط قوي برضه. مامته؟ طب ما يوديكي البيت. مش عايزه اقابل مراته؟ مش عايزه اقابل مراته حبيبتي؟ لسه ما رحتيش البيت؟ مراته. احمد اتس اوفر. اوفر ايه يا بنت الاوفر؟ اوفر ايه ايه؟ انت منى دي امي مش مراتي. احنا هنشيل مراته ومامته الاثنين، اصل احنا اصحاب العيله قوي قوي. هو انت ما رحتيش البيت اللي في الجيزه؟ لا انا شفتك البيت العيله. شقه المعادي القديمه. يلا احنا نشرب ونستفيد. يلا يا حبيبتي، يلا احنا نشرب ونستفيد. يلا يا حبيبتي، يلا يا حبيبتي. تعملي ايه لو جوزك قاعد مع صاحبته الجميله؟ تعملي ايه يا ترى؟ نطلع التقرير لحد ما وزعها. صورت كل حاجه، صورت كل الدلائل على واحدة تانية. هساومه بالفلوس اول حاجة، هصوره من غير ما ياخد باله، بعدين اروح اكلمه. هروح اقول لها بسرعة على طول. لا هقوم اجيبها هي، مش عارفة اللي هو قاعد معايا دي، لا هكلم صاحبتي تيجي يعني وتقفشهم بقى وتظبطهم وكده. صاحبتي قاعد مع واحدة يا نهار اسود، هقول لها طبعا اكيد، او هلمح لها على الاقل. هصوره اكيد وابعته لصاحبتي، هتصل بيها واقول لها، وهي بقى تعمل معايا اللي تعمله. لا هعمل نفسي ما شفتهمش، بس هعدي من قدامهم عشان ياخدوا بالهم اللي انا شفتهم.
رجعنا لكم من التقرير وقاعد انا واللي ما تتسمى وزبطونا. تعالوا نشوف اللي هيجرى بعد ما شافونا. بقول لك ايه، تفتكري نقول لها ولا ما نقولهاش؟ لا انا رايي ان احنا لازم نقول لها. نسيبها كده على عماها. لا انا خايفه تنهار، وانت عارفه ان هي اعصابها خفيفه وممكن ترمي نفسها من البلكونه. لا وبعدين هي بتحبه قوي وهيكذب عليها ويقول لها انه ما حصلش ونطلع احنا بسواد الوش. اخر مره لما شافت رساله على موبايل ورمت نفسها من البلكونه كانت في الدور الاول. صباحها بس اللي اتكسر دلوقتي. عزله بقى في العاشر هتموت. لا صاحبتنا برضه بتحبها. ايوه استنوا لما ننقل في الدور العاشر. انا صورت بس انا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي. نفسي اقول لها هموت. كبت خليها معاكي. انا اللي هقول لها من نفسي. بصي احمد، انا هقول لمراتك. مراتك فين؟ دي لي رقم مراته وانا هقول لها دلوقتي. فين الموبايل؟ انا اللي هقول لها. احمد بص على موبايلك. احمد بعت لك حاجه لطيفه قوي، دي نكته نازله جديده اتفرج عليها. صورة جدا لبزه. شكلك قمر. شو يا داي. تستاهل يا احمد وهنزل لك العمر كله. جالي السعال دي. تفتكر يا احمد الصور دي ممكن نبعتها لمراتك؟ تفتكر رايها منى ايه هيبقى لما تشوف الصور دي مع البنت الجميله اللي انت ماشي معاها اليومين دول، وتعرف انك اخدتها شقه المعادي وشقه مصر الجديده وشقه التجمع وشقه الهرم والشقه اللي واخدها مع سامي. انا ما اعرفهاش البنت دي على فكره. امي مشابت. انا مشيت من زمان. انا خلاص ركبت الطياره ولا افضلك. وانا هفضل قاعده مستنياكم. بتجيب بالطيارات يا احمد. ما شاء الله ربنا كرمه وفتح عليا بنتي كسب قرشين فرتكم على السكه. انا بحب منى قوي. مش عايزه. انا بحب منى قوي. يبقى امشي صح يا احمد وبلاش اللي تقع. حاضر ماشي. أنا على العموم احنا مش هنبعت الصور ديت لمنى لغايه ما يتعدل حالك. ولا هتبعتوها. احنا خايفين على منى. ولا هتبعتوها لعفاف. لا بس بجد فعلا مين عفاف؟ مراتك الثانيه. مراتي الثانيه. لا احمد مش نافع على فكره. ويعني مهما عملنا ده ضايع. احمد ضاع. احمد انتهى. بتلاقي بس منين؟ بجد 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 انا بتاعني لا بس بجد. قولي لصاحبتك متجوز اتنين، واحده في العلن واحده في الخفا، ومصاحب ثلاثه، ومسافر واحده بطياره. وفي واحده جايه لي كمان شويه. بس السؤال بجد، انت الخبره بس انا حالي. تقولي ولا ما تقوليش؟ لا ما اقولش. ما تقوليش؟ طب تسيبيها كده في الضلمه. انا صورته اهو وثبت عليه حاله، لكن ما اقدرش اقول لمونا. بقول لك ممكن تبني نفسها من الدور الاول. لا بس فعلا لو ده حصل لك عايزه صاحبتك تيجي تقول لك. مش هتقولي ليه؟ لا لا انا اتصرف بقى. زي ما هم عملوا. ازيك يا احمد عامل ايه؟ اهلا ازيك يا حبيبه قلبي اخبارك ايه؟ كويسين؟ طب اسيبك على راحتك يا احمد. اوكي. وامشي. بس هي ممكن فعلا ما تكونش. ممكن ما يكونش بيكون مراته، ممكن تكون صديقه، ممكن تكون. لا لو احنا سامها كده. لا لو شافها بيبان. صح. احنا بنتكلم دلوقتي الكيس اللي بنتكلم فيها هناك حالة علاقة اسمها خيانة. طيب ما تقوليش لصاحبتك ليه؟ اديله فرصة مرة بعد. يعني مثلا لقيته قاعد معاها، احمد ازيك عامل ايه؟ وطول ما انا بكلمه اللي هو اخبارك تمام. اوكي. مرة تانية بقى لو قفشتيه مرة تانية، ايه يا احمد؟ ايه يا منى؟ مش تخرجي مع احمد على طول؟ بتسيبيه ليه يخرج لوحده؟ تالت مرة على قفا احمد. صح انت نبهتيني لحاجه. انا ممكن اديها هنت، يعني ما اقولهاش بشكل مباشر. اقول لها كده انت ليه ما بتخرجيش مع احمد كتير؟ ليه بشوف احمد دايما؟ او يعني بسمع ان احمد خرج لوحده وانت قاعده في البيت. ليه كل ما اكلمك الاقي احمد؟ ليه في ايه؟ ما انت ما تقوليش. بس انت تقولي لها ليه كل ما اكلمك الاقي احمد سهران وانت قاعده في البيت؟ ليه ما بتخرجيش مع جوزك؟ مهم قوي انك تكوني معاه النهارده. الدنيا انت بتقليني ليه؟ انت قصدك ايه؟ لا عادي يا حبيبتي، يعني عادي بنقول لك. يعني انا بقى تبقى شغلتي احمد نفسه، يعني المدام اللي في البيت دي مش جوابيها خالص. شغل البدريه حتى. بسيبها البدريه. انت صار امسك احمد بقى. ابتدي بقى اكلم احمد في التليفون. ايه يا احمد انت بيقولوا بتروح المكان ده كتير؟ ايه يا احمد كنت صار امبارح وقابلك مراد وقال ان كان معاك نفس الحته بتاعت الطيارات دي، البنت مش عارفه طويل دي اللي اتقمصت ما شفتك. اصل دي جاست فريند. فعلا دي موضه. طب طالما فريند بقى، طب ما دي كلنا نخرج بكره بعض. ولو مش عايز نجيب مراتك ما نجيبهاش، بس نخرج كلنا مع بعض عشان نبقى شله. ايه رايك يا احمد؟ لا 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 دي مسافره. طيب. افضل يعني محدش هيطلع يقول. ومكالمه ثانيه لاحمد. احمد عيب، دي منى شريكه حياتك اللي استحملتك وانتوا لسه بتبداوا حياتكم.
ضميره، تصحي ضميره. انا عايزه اقول حاجه في نهايه الفقره، انا نفسي تعرضت لموقف زي ده زمان وانا صغيره، كنت اصغر من كده كتير في السن، ورحت قلت لصاحبتي، والنهارده انا بندم ان انا عملت كده. هو ما حصلش طلاق الحمد لله والموضوع عدى، بس انا غلطت ساعتها لاني كنت قللت الخبره وصغيره واندفعت وقلت حاجه ما كانش المفروض اقولها، وكان المفروض اتعامل مع الموقف بحكمه اكتر من كده، لان في الاخر الهدم مش حلو مهما كان. لازم انك لما تقولي خبر زي ده لازم تعرفي ان في احتمال كبير انك تهدمي علاقه واسره وبيت، وبتتكري في الاخر لما بيسترحوا، لانك بتطلعي بسواد الوش في الاخر، وهي في الاخر هترجع لجوزها. دي كان هاكي، دي غيرانه منك، دي كانت بتعكسني، عايزه تبوظ البيت، عايز تخرب البيت. دي عشان كنت بخونك انا سبتها ورجعت لك اهو، بس قطعي علاقتك بيها. بالظبط، ايوه ده اللي بيحصل. من عن تجربه شخصيه ده غلط كبير، ومش عشان بس ما تطلعيش بسواد الوش، بس ما تخافش، عشان ما تستعجليش وما تتهوريش وما تعمليش حاجه انت بعد كده تندمي عليها. فدلوقتي بناء على الخبره اللي عندنا بنقول لكم انه الاستعجال والاندفاع في انك تقولي مراته شيء غلط. نطلع فاصل ونرجع نكمل. استنى، مساء الخير على كل جمهور القاهرة والناس، معكم ياسمين الخطيب الكاتبة والفنانة التشكيلية والمذيعة. برنامج نفسنا برنامج لطيف جدا ونسائي، وانا شايفة انه له جماهيرية كبيرة جدا في وسط ستات البيوت وفي وسط البنات، وانا مبسوطة ان انا اكون موجودة فيه النهاردة. ورجعنا لكم بعد الفاصل والفقرة الضيف، الفقرة اللي أنا بحبها قوي، وضيفتنا النهاردة فنانة تشكيلية وكاتبة وصحفية وعاملة مجهود جميل في الحياة، وقلنا لازم نجيبها تكلمكم عن نفسها. ضيفتنا النهاردة ياسمين الخطيب. لا ياسمين، ياسمين على مهلك يا ياسمين، ولسه ما فيش خطيب. بالراحة ياسمين والنبي يا اختي، على نفسك اقعدي يا حبيبتي، يخرب بيت الكيرف ويخرب بيت كل الكيرف مكرف مكرف فعلا. مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدين القاهرة والناس. اهلا اهلا، تتفرجي علينا؟ تتفرجي على نفسنا؟ بتفرج عليه احيانا. ياسمين بقى خريجة بقى فنون جميل، مظبوط، قسم ايه؟ قسم جرافيك. طب شفتي جرافيك؟ قسم جرافيك. انت كده ولا كده وكده؟ لا هي كده كده. طب اشتغلتي في الصحافه ليه بقى؟ بصي انا اشتغلت في حاجات كتير جدا، اشتغلت اول ما اتخرجت اشتغلت في الميديا، اتمرنت في ماسبيرو، وبعدين اشتغلت في الديكور، اشتغلت في الصحافه، لانه الكتابه مجال مش بعيد عن العيله. يعني احنا انا انتمي لعائله من اوائل العائلات اللي عملت في مجال الطباعه والنشر. جدي الاكبر هو مؤسس اول مطبعه مصريه على ارض مصر، اللي هو مين؟ عبد اللطيف الخطيب. سنه كام بقى؟ 1903. وبعدين توارث ابناء العيله المهنه دي لحد ما وصلت لوالدي، وكلهم عملوا بالكتابه، يعني كلهم اشتغلوا في الكتابه، فموضوع الكتابه مش بعيد عن مجال العيله. بس بعيد عن مجال الجرافيكس، فليه قررتي ان انت تشتغلي في ده بدل ليه؟ نعم نعم. بتحاول تنافس. بعيد عن مجال الجرافيكس، فايه اللي خلاكي وبتلخبطي ومتوتره تخشي في المجال ده؟ وسمعنا ان انت عندك كتب جريئه كمان، فليه ذاكرتي دراستي الجرافيكس وبعدين قررتي ان انت عايزه لا تكتبي؟ هو ما كانش قرار، لانه انا كنت بعمل دراسات عليا في الفن التشكيلي. وطلب مني ان انا اعمل بحث مقارن ما بين تطور فن صناعه الكتاب في دولتين، فانا اخترت الايوبيه والفاطميه، وتحداني الدكتور المشرف على البحث ان انا اقدر اعمل حاجه فيما يخص الدوله الفاطميه، لانها مفيش مراجع، لانه كلنا عارفين انه الدوله الايوبيه لما جت حرقت كل المراجع الخاصه بالدوله الفاطميه لانها كانت مراجع شيعيه. فبحثت في الموضوع، والموضوع حمسني ان انا اكتب كتاب عن المذاهب الاسلاميه. ده كان اول كتاب كتبته. الكتاب الثاني بقى كان ايه؟ قليل البخت يلاقي الدقن في الثوره. ده كان توثيق لفترة ما بعد يناير لحد 30 يونيو. وبعد كده كان فيه كنت في رابعة. وبعد كده الكتاب الأخير اسمه إيه بقى؟ ولاد المغرب. أهلا، مشرفانا ومنورانا مدرستي.
طب عايز اسالك ايه بقى اولاد المرة ده؟ كتابها الاخير اسمه يا اولاد المرة. لا ما اسموش يا اولاد المرة دي بتجود. اسمه اسمه اولاد المرة، مفيش يا انت عايزه تزيتي في الموضوع. لازم. طب هي بتتكلم عن ايه فعلا؟ لو هي مش هتعمل ده مين اللي هيعمل ده؟ عايزه تزيتي بصراحه، بحب الحاجات دي. عايزه تزيتي في الموضوع. شفتي تزيتي منها مش تزيتي. طب ايه مقصود ولاد المره؟ ولاد المره كان مقال. الكتاب عباره عن مجموعه مقالات، فهو كان في مقال دايما الكتاب اللي بيجمع ما بين مقالات بنختار له المقال الانجح ونسمي الكتاب على اسمه. أوكي. خصوصا انه انا الكتب السابقه كان فيها مقالات سياسيه، فده كان كنا مركزين على المقالات الاجتماعيه والمقالات النسويه، فكان الاسم مناسب. والمقال ده كان مقال ناجح جدا، وكنت بتكلم فيه على المعنى اللغوي لكلمه مره، انه مره في اللغه والاصطلاح تعني امراه. امراه ست. طبعا. فليه احنا بنستخدمها للتحقير او للشتم؟ وفي في بلاد عربيه كتير على فكره كل الدول الخليجيه ودول الشام بيقولوا كلمه مره عادي، احنا بس كمصريين بنستخدمها للاهانه للشتم. مش بس كلمه مره، كمان حتى لما تندهي لحد باسم امه تقولوا له يا ابن سلوى يا ابن يعتبرها شتيمه. فليه ده كان موضوع المقال. ومن المقال اتخذت التسميه بتاعت الكتاب وبس. كلمينا بقى عن نادي الزمالك، ان انت متعصبه له قوي. مش متعصبه له قوي، انا متابعه وبشجع النادي زي اي مشجع، بس هي الفكره ان الرجاله دايما واخدين على ان اللي بيشجع النادي ده لازم يبقى راجل، مش واخدين على ان الستات يشجعوا الفريق، فعشان كده الناس مستغرباني. احنا كنا بنتكلم على موضوع النهارده، انه تعملي ايه لو انت دخلتي كافيه او ريستورانت لقيتي راجل جوز صاحبتك ومع واحدة تانية وشكلهم خارجين مع بعض في ديت، هتعملي ايه؟ هترجعي تقولي لصاحبتك؟ هتواجهي الراجل؟ هتعملي نفسك ما شفتيش حاجة؟ هواجه الراجل ده اساسي من باب التعليم عليه. اوكي. خلاص ده موضوع مفروغ. تقولي له ايه مثلا؟ تواجهيه ازاي؟ هقول له صباح الفل، اهلا وسهلا، ايه الحلويات اللي معاك دي بتاع، يعني عشان ايه نعلم بس عليه. أوكي. ده موضوع. اقول لصاحبتي ولا لا بقى؟ ده متوقف على صاحبتي نفسها. لانه في ست انا عارفه ان انا لو قلت لها هتاخد موقف وهتردعه. وفي ست انت عارفه ان انت لو قلت لها هتنكدي عليها، لكن هي لا هتاخد موقف ولا هتعمل حاجه، فدي نزعلها. ليه؟ هي بتبقى اصلا عارفه ومطنشه. او عارفه ومش عايزه تتاكد، مش عايزه حد يقول لها. تتجاهل. دي الست اللي بيقولوا عليها الست العاقله بقى، اللي مفهمينها ان هي كده ست عاقله ومحافظه على بيتها وعارفه. مفهمينها؟ انا بتكلم على الست اللي المجتمع فهمها ان هي لما تسكت على خيانات جوزها وتقفل على بيتها تبقى ست عاقله وكويس. انا وجهه نظري يا ستي انا مش شايفه انها تبقى ست عاقله، شايفه انها تبقى ست متهاونه. طب والجواز التاني؟ هتجاوبنا عليه بس لما نرجع من الفاصل. ورجعنا من الفاصل وتجاوبنا بقى على سؤال انتصار. ما لحقتش انتصار، قالت الجواز التاني وسكتت. لا استكمالا للكلام قلت لو في نزوات لا ما تسكتش، والمجتمع فاهمه انها ست عاقله. طب لو لقيت جواز تاني تعمل ايه؟ عليها يعني تبقى زوجة تانية يعني؟ دي مش نزوة بقى، ده جواز رسمي. بس هي مش عارفة، هو من حقها تعرف. لا عرفت. لو هي عرفت ان هو متجوز عليها، رأيي انا يعني يعني تفضل لو هي ظروفها، لو هي تقدر تستقل ماديا تاخد بعضها وتاخد العيال وتمشي. لو ما تقدرش تستقل ماديا تنفصل عنه، مش شرط على الورق، وخلاص وكل واحد يعيش في حاله، وتبقى برضو اسمها مشيت. انما فكره ان هي تستمر معايا وهو عنده زوجه تانية تقبل بنص راجل، لا انا بالنسبه لي فكره مرفوضه خالص. ليه ست تقبل بنص راجل وهي ست كامله؟ الا لو هي شايفه نفسها منقوصه بقى. طيب انا عندي سؤال تاني ليكي. اكيد اكيد بيجي لك تعليقات على السوشيال ميديا ممكن تتخطى الحدود، تتعاملي ازاي بقى وقتها؟ يعني لو الموضوع يستحق، لو فيه هوجة، ساعات بيبقى فيه هوجة على السوشيال ميديا، موضوع معين الناس كلها ايه بتزيطة فيه، برد من خلال تصريح على صفحتي، تصريح واضح رسمي. انما ان انا ارد على واحد زي ما قلت لك انتصار، في كلهم فيك، كلهم اصلا على الوقت اكونتات مضروبه وهترد. وبعدين هم بقى انا متهيألي ان هم بيبقوا عايزين يشتبكوا، يعني هم ساعات بيشتموكي نفسه ان انت تردي عليه، ولو تشتميه بس تبقي رديتي عليه وياخدها بقى سكرين شوت ويزيد بيها. فما ترديش. عايز اسالك سؤال، كنا بنتكلم في الفقره لو متجوزه راجل مشهور وخرجتي معاه في مكان وفي معجبات،
اولا انت هتتجوزي راجل مشهور ولا لا؟ ترضي؟ ثانيا لو وافقتي هتتصرفي ازاي؟ هو موضوع ان هو مشهور ولا مش مشهور مش في المعايير بتاعه القبول او الرفض بالنسبه لي. يعني لو راجل كويس وعجبني وحبيته ومشهور ما عنديش بالنسبه لي مشكله. يعني موضوع المعجبات متهيألي يعني انه بتجاهل بقى. كل حاجه عايشه بالتجاهل طول الوقت. اخبار النفسانه معاكي ايه؟ اخبار انا بتعب من النفسانه جدا طول الوقت لانه عندي الرجالة طمعانين والستات منافسين. فمش عارفة أنا محتاجة كائنات تانية تعمل يعني معاها. يعني إيه الرجالة طمعانين؟ يعني دايما الست لو متطلقة لو عايشة وحيدة لو مش بيعتبروها مستباحة. يعني نجرب ونشوف. فدايما الرجالة بيبقوا طمعانين حتى لو أنت موهوبة حتى لو عندك فرصة بيبقى عايز ياخد إتاوة على الفرصة دي ما عارف إن أنت فاضية عارف إنه ممكن. والستات نفس القصة لو عندك فرصة بتبقى الست لو عندك شغل مع واحدة ست بتبقى منفسنة تعرقبلك الموضوع تبوظهولك مش طايقاكي تدخلي المكتب أساسا ولا تتثبت يعني قدامك بتتعرضي بتتعرضي فعلا للناس يعني الله لو هي المشرفة على الماجستير بتاعك ولا الدكتوراه بتاعتك ولا الدبلومة ليلتك سودة مش هتاخديها. لا وأنتي بتعملي إيه بقى؟ بتتجاهلي برضه؟ لا بحارب. لا دي ما ينفعش فيها التجاهل دي. لا بحارب. ازاي بقى؟ كل حاله حسب حالتها بس يعني لا بكمل. يعني انا مش من النوع اللي بتكسف ولا بزعل ولا بعيط وبتقمص وبمشي. لا بكمل بكابر. بس في ستات لذيذه تصوري في كل الاحداث دي نسبتهم قليله. لا تشوفي طبعا نسبتهم قليله في القعده دي. انا شايفه بنفسي احنا خالص ما عندناش اي حاجه ده. ايه ده الشمس طلعت لما ده يا اختي على الشعر يعني بس دول قليلين. خلي بالك لا ما انا مخليه بالي الغالبيه الهي تقع ما تطلع والارض الشقه تاكل الهي تركب طياره تولع بيها الهي تروح ما ترجع يا رب الهي كده يعني صحيح الهي تقع على الكاحل تجبس رجلها الهي دراعها يتكس كده يعني عشان تختفي من المكان. حتى الدراعات يا انتصار حتى الدراعات وصلنا للدراعات حبيبي انا دراعيت عليكي ماشي ده بيقولوا الستات الوحشه اللي بتكره الستات الحلوه. هسالك بقى سؤال انت ليه خدتيها على نفسك؟ طموحاتك ايه؟ يعني هل انت حابه ان انت تكملي في مجال الكتابه وتبقي كاتبه مشهوره ويبقى ليكي رصيد؟ هل حابه تشتغلي مذيعه لان انت في فتره من الفترات اشتغلتي مذيعه؟ هل حابه الفن التشكيلي؟ هل حابه تمثلي؟ حابه استمر في كل المجالات لان انا بحبها كلها لكن ما بعرفش امثل. فبتعرض عليا ساعات فرص في التمثيل بس انا فعلا ما بعرفش امثل. انما الفن التشكيلي طبعا مكمله فيه. ده جزء مني جزء من حياتي. عندي معرض مش عشان دراستي لانه موهبه بعيدا عن الدراسه. يعني اصل في فنانين كتير معاصرين من جيلي مصريين معظمهم يعني حتى اللامعين جدا ما درسوش فن تشكيلي خالص. فهي الموهبه اللي بتفرض نفسها. جرافيك برضو ولا بترسمي؟ لا برسم لوحات. فعندي معرض في بدايه السنه الجديده ان شاء الله. عندي برنامج جديد على اليوتيوب. عندي المقالات مستمره. ما هي قالت انا بقول لك ما بحبش التمثيل ما بعرفش امثل بس عندي برنامج. يعني بتعرفي تقفي قدام الكاميرا وتعملي برنامج؟ لا بس تمثيل مختلف. انت اكيد جربتي لذيذة يعني. عارفه انا كمذيعه بتصرف بطبيعتي وعملت برنامج مع كامل امين على روتانا مش كده؟ مظبوط. انما كممثله كم حلقه ايه؟ يوتيوب؟ لا معتمر سنتين تقريبا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا مع ضيفتنا الجميله ياسمين الخطيب ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج نفسنا مع ستات ينفسنون ويتطاحنون ويتقاتلون على ترابيزه زجاجيه مستديره. الى اللقاء. الحلقه كانت لطيفه جدا وانا بشكل عام بحب قعده النسوان دي. هما كلهم نفسيين. انا فاكره ان الموضوع ده قدام الكاميرا هزار بس ده ادائهم الحقيقي. لا انا ما نفسنتش على حد بس انا تعاطفت جدا مع حبيبه. اعتقد ان هايدي اقلهم نفسنا وعجبتني جدعنه بدغية وانتسامها.